عندك املاك هو جاي يحول لك بس هو انا املاكك اجي هنا انا مو اجي اترك هاي الغرفه هوسه وين دخل هنا قعدنا هنا قعد هنا انا اي كانت هاي نظيفه لا ممكن ادخل هاي كانت مرتبه اي نظيفه للضيوف والكم كامله ماشي ادخلي هذا بيتك ادخلي بذراعتك سولف بالتفاصيل كامله سولف ايضا شاكر انت وياك زين انا وياه قعدنا زين هنا سويت لنا شاي وبقيت اسولف وياه عطلب مالي قلت تاخرت عليه هواي زين اوصل نتيجه الحادث لا تحكي لي بالتفاصيل أيه. اللي مسبقه والتبرير اي اخي كالمعتاد عليه زين من شرب من شاي كملنا وما حصلت لنا نتيجه جبت المطبخ جبت قدام مال هاون جبته وجيت منو كان بالمطبخ؟ سهام احكي سهام اي سيدي كانت هده مال هاون لا لاحظ ايش نظرك هنا اي خلاص شنو؟ هو كان المكان هذا كان هذا المكان بالضبط اللي دفنتوا به الضحيه ضربته بيده الهاون وبعدين بعدين شديت حلقه زين بالواير خليك تفارق الحياه الان لازم شو تسوي انت حتى تخلص من الجثه؟ حفرت وين حفرت؟ هنا حفرت بالله شوفوا هنا هنا مو السلام عليكم هذا المكان اللي بيشتاقه اي نعم سيدي حفرته هو هنا حفرها زين شال الاشتاقات زين او حفر وطلع التراب كله وشمره او شو حفرت هنا مسافه ماكو 50 سنتيم زين ما قلت انه راح تطلع تبين ماكو جو صار ما جثه وكذا ماكو جو صب يعني انت مجبور اذا كنت تحفر بس باذن لو ماكو صبه كان حفرت اكثر زين خليت الجثه الان هنا اذا ممكن تركزون على هذا المكان أي. خليت الجثه هنا اقعد حفرك شلون كان اذا ممكن توخر لنا احد الشاكرات وخروها خلوها وخرها بيده بدون سامحه وخرها بيدك يعني كانت هذه اشتغلت لان انت بالاعترافات باعترافك قلت انه المكان هذا حفرته بيدي ما احتاجيت لا كرك اوصلي للصبوه حتى نشوف انه حقيقه الصبوه بعد مسافه احفر لي خلينا نشوف التفاصيل احفر لي لما احكي يا سهام سهام هاي قربي قربي لهنا بهاي اللحظات انت شفت قريبه هو يقول باعترافه قال هي جابت لي الحبل لان انت صحيح ام البيت هو ما عنده التفاصيل كان الحبل مو حاجاتك اي هنا كان انت اللي جبت الحبل ايه. وانت اللي جبت الوصله مو اللي شدوا ايده لا اسمعيني خليني اكمل مو ايه. وانت اعطيتي يده الهاون ايه. وهو نفذ ايه. والان الضحيه هو فارق الحياه تاكدتوا من عنده ايه. لانه شاف النبض مالته ايه. انه فارق الحياه نعم سيدي مو؟ نعم سيدي هسه لما الان اصبح مفارق الحياه بجثه هنا بجسمه انت شنو كان وضعك؟ وين كنت المسافه اللي واقفه؟ انا هناك كنت واقفه على اوقفيني بالله بالضبط خليني اشوف رده فعلك الحقيقيه اللي بعد ما شفتيه هو فارق الحياه ايوه وقفوا قبل راح يصير داخل بيتك اي سيدي هنا سيدي. واقفه هو من موته وخلص منه هيك شاله وشمره على انت بهاي اللحظات كنت تباوعين؟ ايش التباعد؟ شنو تباعد توجهيني مثلا؟ لا ما احكي ساكته ساكته معقوله هاي الفتره؟ اي والله سيدي ايش قد استغرق الوقت؟ شاكر ما طول سيدي يعني ايش قد؟ بين القتل وبين الدفن؟ بالساعة ساعة يعني وقت مو هين؟ لا مو 60 دقيقة صحيح سيدي ظلت واقفة بدون كلام هي؟ واقفة بس تباوع عليه بس تباوع عليك انت ظليت تحفر؟ ظليت احفر انا حفرت بايدك؟ نعم سيدي انا ليش قلت لك انزل احفر؟ ارد ابين حقيقة كلامك لان انت قلت المكان هش صحيح ما احتاجيت لا كرك ولا اي آلة للحفر شوف اذا كلامك صحيح كلامك صحيح نعم سيد انه اندفن هنا سويت بعد ما دفن ترجع التراب رجعت التراب رجع باي طريقه كانت رجعت ما ادري ايش قال كان هو مكسر لا كان كامل كان كامل بدون زحمه عليك لحظات كان كامل رجعته كما هو عليك كما هو زين يعني بين طبيعي حاله حال هذا حال هذا الحال اني وساويته ساويته رجعت من اللي رجع الحصيره الان انت شغلك انتهى تأسي. لانه لازم تروح للبيت اي مو لان عندك عائله وعندك بيت وعندك مو نعم صحيح. لازم تروح صحيح امنت ودفنت وساويت وانتهى الموضوع الان المهمه الك انت نعم سيدي هو خفت جريمه اي مو أي. لكن انت لازم ان تخفين الموضوع نهائيا